مسألة التثمير، تثمير الأموال، يعني ما ضابط هذا التثمير؟ وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى سؤال الأخ سعيد. لابد أن يكون ولي اليتيم حذرا في أمر تنمية ماله، فلا يتعجل في الدخول في استثمارات غير مأمونة أو فيها مخاطر مرتفعة، وإنما يبحث عن استثمارات قليلة المخاطر، وأن يكون المستثمر ذا سيرة حسنة وعنده قوة تجارية أو قدرة على الاستثمار، لم يعرف عنه التلاعب أو كثرة الخسارة. والمشروع نفسه من المشاريع التي تقل فيها الخسارة، وينمي ماله، لأنه إذا ترك ماله بلا تنمية سيذهب، ستأكله كما يقال الصدقة والنفقات الشهرية التي يحتاج إليها اليتيم. ولذلك قال المفسرون، قال الله عز وجل في سورة النساء عندما ذكر النفقة على الأيتام، قال فارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها، ما قال ارزقوهم منها. ارزقوهم منها يقتضي الأخذ منها فتقل، لكن ارزقوهم فيها أي اجعلوا رزقهم كاملا فيها، وهذا يكون بتنميتها. جميل جدا. في الورقة المقابلة قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها. لأنه هنا ما في تنمية ولا استثمار، فيؤخذ منه. أما عندما ذكر الأيتام قال فيها، فهذا إشارة إلى أن لا يكون الإنفاق من أصل المال وإنما من غلة المال. وفي هذا دعوة إلى القائمين على اليتامى أن يستثمروا أموالهم، ولكن كما قلت عليهم أن يجتهدوا وأن يتحروا حتى لا تقع خسارة على الأيتام. جميل جدا.